منو؟ انا يمه. تعال يمه. قوي يمه. هلا امي. شلونك؟ هلا امي. احاجيك؟ هاي يمه. هذه شو مطنقره برا؟ هذه للحين ما راحت. مهذيتك ها؟ اي. دقيقة بس. لورا تعالي. تعالي 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 تعالي. سمعيني. مرة ثانية مدام شنو تقول تقولي اوكي اوكي؟ اوكي. سي سوري سي سوري. ماما I'm sorry. ايه الحين يوم شفتيه انت مسكنته سويتي روحك فقيرة ومسكينة. اي وتحت وسألت شطولة. اوكي. لاست شانس اوكي؟ لاست شانس. تبي منك ما لاست شانس اخر شانس. يلا 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 تشنصها تشنصها. تشنصها انت ايه. ام اهل الشانس يما انت. ايه يلا خلاص. اوكي لاست شانس اوكي؟ يلا. ماما ثانك يو سو ماتش. يا حياك الله روحي روحي تحت روحي. روحي. يما شكلها تحبك خنقتها العبرة. من بقى ما يحبني؟ كل الناس تحبني الا انت ويا اخوك. شوفي هذا عكسك كان امرته اوكي. انا ما احبك. صيد. شنو ورا هالحكي؟ الله يما يعان الله. اه من عذر البطن قام يغلوج. اي والله. اي من كذي طلع حكي الحب. ومن كذي تحبني؟ انا اموت عليك امشي. اي لا لا يلا يلا لورا. يلا كفو. يلا امشي يلا يلا. افا قدامي انت انا وراك. طبعا طبعا اليوع هذا انا ترى ببدل وجهك يمه. اي ان شاء الله يلا حبيبتي يمه. الو هلا عبير. مناتي الحمد لله بخير. لا باكر بتروح مدرسه وانا باكر اداوم ان شاء الله. ما قصرتي حبيبتي انت. ادري ان الشغل هاليومين اللي طافه وتكود كله عليك. منو سال عني؟ والله فيه الخير يا حليله. خوش إنسان هذا فيصل. إي حبيبتي إن شاء الله أشوفك باكر. يلا مع السلامة. يا حليلة سأل عني فيصل. خليكم أنا أنام أحسن ما تأخر البنات باكر. أخ فيصل. هلا نادية صباح الخير. صباح النور. قالت لي عبير إنك سألت عني. صح. كنت بطمن عليك وعلى بنتك. شلون الحين؟ الحمد لله زينة واليوم داومت. الحمد لله. توصلنا على شيء؟ شكرا سلامتك. ماريا ماريا
ماريا من اليوم ورايح ماكو ماريا أمال وبس. سويت لك ريوق اليوم بنفسي عشان ما تقول بعد أنا ما أهتم فيك ولا أدلعك ولا أسوي لك ريوق ولا أطبخ. الحين أنتي مسوية كل هالريوق هذا؟ إيه أنا مسويته وراح أوكلك بيدي بعد اليوم. أنتي بعد توكليني؟ أعمال أنا آسف. آسف إني قسيت عليك شوي. وإني كلمتك بهالطريقة بس أنا كنت أبيش تحسين فيني. أبيش تهتمين برأيك. في بيتك. أنا سويت كل هذا بس عشان تحسين إن أنا باهتمام. بس أوعدك هالشيء هذا ما راح يتكرر بعد نهائياً أبداً. اللي راح خلاص راح. أنت رأيي لحبيبي واللي تبيه راح أسوي لك. مو مصدق. بس حاضر دام من إيدك السهل مباركة. أصلاً أنا أقعد مبكر. أنا قلت هذه ايش عندها مقعدتني قبل المنبه وقوم في أنا عبالي في مصيبة. دال إن شاء الله. طلع فيه مفاجأة. مسويها بيض وكيمر وجبن وزيتون. أنت اللي مسوي الزيتون طبعا. كله أنا مسويته. الزيتون ها؟ يلا يلا مد يدينك. لا وآكل عدل وضمير أنا الحين. بسم الله. أستاذ إبراهيم بعد إذنك في واحد برا مصر إنه يشوفك. مصر. السلام عليكم إيبا. عليكم السلام يا إيبا. خلونا نروح نلبس الهدوء. تفضل استريح. صباح الخير خالتي. ليش ما حد قعدني على الدوام؟ وايد تاخرت. مو ضروري. المهم ان ولدي قام مبكر وتريق وتوكل على الله. يا خالتي كان قلتي حق الخدامه تقعدني ترى ما فيها شيء. الخدامه ما تعرفك. ما شافتك الا كم مره. وانت بعد الله خير كلها متعلقه فوق كنت سندريلا. الله يسامحك خالتي. هو الله يسامحني الله يسامحني. اني بلشت نفسي وبلشت ولدي فيك. عن اذنك. تفضل استاذ، هذا الملف اللي طلبته. ايه هذا تقدرين تفضلي. شكرا.
مايوري ما صدقت افتك من هالبروجكت مال الدكتور هذا. اي والله كانت طلباته تعجيزيه. متى اتخرج افتك ابي اعيش حياتي. والله انا اللي متى اتخرج عشان نتزوج انا وبس. ما تدرين عاد انا بيكم تتزوجون، زهقت من هالموال. ما حددتوا متى التاريخ؟ لا والله. يلا فكيني زهقت منك. بسام بسام بسام. ايه كرهج. اقول انا وايد جوعانه، ايش رايك نطلب لنا؟ صح فكرتيني، خل اوريك رفيجاتنا اللي بالجامعه كلهم راح اليوم ايفنت افتتاح مطعم حد نار والبرجرات كلهم هناك. بس زين عشان اروح انا وبسام. بس ما احنا رايحين المطعم اصلا، لقوا فار، لقوا حشرات، سكروا. بس نوف لا 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 تملقين، قولي شنو اسم المطعم، خليني اروح انا وبسام. ما راح اقول، راح تروحي معي انا اول. بسام بعدين انتي. ريم انا اول. اوكي. خليني اكتب اخر سطر. بس اذن من بسام. اخر مرة. يرد خلاص علي قومك شخي دزي له واتساب اذا هو شاف يرد عليك. يلا عشان يبدي حطيت ميك اب. خاف اروح من غير ما استاذن منه. خلاص دزي له مسج اذا هو شافه يرد. خلي حنك شخ يلا عشان يبدي بليز. ها اوكي يا حلوه هذا. واخيرا دقت. مني؟ بنتك يعني اكو غيرها. الو انتي ما تقولي لي وينك؟ علامتك غاطه، لا تدقين ولا تسالين ولا تمرين. شنو؟ مشغوله مع فواز؟ ليش ان شاء الله؟ واللي تتزوج خلاص تنسى اهلها؟ لا عيل خليك مع فواز جاب لي وايد ابرك. يلا يلا يلا. ايش فيها؟ بنتك ما ادري ايش فيها، صار لها كم يوم متغيره، لا تمر ولا تسال. ما ادري يمكن هالفواز قال براسها علي. يا سناء لا تضغطين على البنت وخليها براحتها. اضغط على البنت؟ ليش انا من متى تدخلت بحياتها؟ وهي شنو فيها حياتها اصلا؟ يا سناء يمكن الريال تضايق من كثر ما هي مجابلتك، يا طالعين يا رايحين سوق يا تقرقون بالتليفون. ترى البنت وراها مسؤوليات. مسؤولية؟ ليش؟ أحد طقها على إيدها؟ أحد جابرها قايل لها تيجي تجابلني؟ تدري شلون؟ أنا أقول البس نظارتك وجابل أوراقك، قثيتني، أصعد فوق أحسن لي، الواحد لازم تطلعونه قلطان، ما يصير. عسى ما قعدت معاك لازم تغثني. يا ربي احترت، أرضي ريلي ولا أرضي أمي؟ بس هما أنا زوتها من زمان ما مريت أمي، وهي مو متعودة مني كذي. شو أسوي؟ شوي شوي راح أتعود على الوضع الجديد. بس المشكلة أنا مو مستانسة، أحس أول لما كنت أروح لها وأطلع معاها وهايد أونس من قعدتي هني، وأنا محبوسة بين عصام وفواز.
يلا. بسام ما يرد. زين انت فوق السبعين مرة داقة علي من البيت، خلاص ليش داخل يمكن يرد. زين لو سمعيني. أنا ما أدري شلون طاوعتك وجيت معاك هالحزة، الحين الساعة 9:15، متى راح نطلب؟ متى راح ناكل؟ متى راح نخلص؟ الساعة كم نرد البيت؟ الساعة 11:30. نوف أنا مو مرتاحة، أحس أن بسام وايد راح يزعل إذا عرف إني أنا طالعة من غير علمه. أنا طاقة درب فوق هذه الزحمة كلها تقولي لي أرد البيت، شو صدقك؟ إي نوف خلنا نرد البيت، والمطعم لاحقين عليه، إذا ما جينا اليوم إني وقت ثاني. ترى ما قاعد أستوعب لحظة كلام المطعم. إي عادي نوف، قلت لك إني وقت ثاني، يعني إلا الحين خلني أرتب أموري مع بسام ونرجع له وقت ثاني، ونرد البيت الحين وأطلب لك اللي تبينه وعلى حسابي بعد. صدق؟ إي والله. الحاضر. يلا امشي. يلا يلا امشي. إي يلا. يلا بقى. يلا ها يا انا ها نوف مو من صدقك نوف خلت 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 نوف شلونك؟ هلا هلا شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. وين صار لك يومين مو مداومة؟ والله كنت تعبانة بس عاد الدكتور ابراهيم اليوم سأل عنك. هذا شو اقول له؟ تبين اطرش لك اليومين اللي ما داومتيهم ومسجلهم عندي بالنوتة. الله يا ريت تخدمني بهالموضوع. سجل ابو عندك. شلونك ريم؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. كم؟ 5-5 اي 6-6 اي 3-2 يلا يعافيك. ولا كنت حرف فيها ادب. خلاص بس وايد نكديه صايره. مو مرتاحه وايد زحمه. ايش قاعد تسوي؟ بس ها؟ ولا كلمه يلا قومي. قومي عشان لا فشل سلطان الناس يلا. يلا. من هذا؟ ما اعرفه ما اعرفه. اذا انت تدعم الناس. تمشي تدعم يلا. قولي لي من هذا؟ ما اعرفه. تعرفينه ها؟ تطلعين ما تقولي لي ها؟ بس انا والله دقيت عليك. تب ولا كلمه. انت شايفه هالحزه؟ انت شايفه الساعه كم؟ تعالي من هالولد اللي قاعد تشتين تعطينا؟ انت قاعد تخونيني صح؟ لا انت قاعد تخونيني. انت فاهم غلط والله فاهم. سكتي ما ابي اسمع منك شيء. بس ما ابي اسمع منك شيء. ايش فيك وانت دام الناس تسكيتها كذي؟ انت مو شغلك يلا روح صعدي السياره. ترى انا سكت عشانك. اقول امشي انت قاعد تسولفين وياها. لا مينور رسمي. من هذا؟ قلت لك انت فاهم منو هذا؟ عيوني تكذب؟ لا انت فاهم غلط. منو هذا؟ زميل معلم بالجامعه. ماشي الحين انا اوريك منو هالزميل. الحين اوريك انا منو هالزميل. شوفي شفتي خالع مره ثانيه بقول لها تقولي لي شنو اسوي فيك؟ واحد اسال الله فيك. ريم ركباي. يلا الحين انا بسير اسال البيت يلا.
قاعد بروحك ايش تفكر فيه؟ عندي سالفة بقولها لك. يا حاضر. للحينك تفكر بولدك؟ اللي عجبني انك دائما فهمتني. انت من شنو خايف؟ خايف من نظرة ولدي سلمان اليوم. خايف من نظرته لي. انا ما حسيت ان سلمان جايني اليوم علشان يشوفني. حسيت فيه نهاية شيء ثاني. نظرتها ما كانت طبيعية ولا أنا قادر أنساها. شفته وهو يتوقف المكان حسيت فيه إنه ببور. نظرتها كانت غريبة ما هي غايبة عن بالي. ليش؟ هو طلب منك فلوس؟ هو ما طلب لكن بيطلب. وفكر إذا طلب مني إيش بيكون ردي عليه؟ لا تسبق الأحداث. بعدين حتى إذا طلب منك يمكن يكون فعلاً محتاج. أيام بتبين النوايا لك الساعة يبين كل شيء. ما بيسمع شيء. يلا داخل بعدين اتفاهم معاه. كان انت ماشي سرح ماشي. ما طلع هالطلع من كبدك. شو قاعد تسوين انت؟ What are you doing? Clean. Clean what? Who told you? ماما قالت لك؟
جنونه كريزي شنو هذا؟ مغسله الشارع كله؟ ايش قاعد تسوون انتو؟ امي قالت لا تغسل السياره، انا بعرف ليش امي تسوي كذي، انا متفق مع واحد بالدوام هو يغسل، طلع شو مسوي مغسله الشارع كله؟ زين اللي ما قالت لا تغسل سيارتي انا بعد، خليني اروح دوامي بروح متاخر انا. زين اخذ الهوز اخذ الهوز رشه ترى المخديه ما راح تسوي شيء. لورا كويكلي بسرعه بسرعه كويكلي هاف وورك. اوه هذه ميته. وخري وخري حظي وخري وخري. حب ياخرني غيرك، قايم اليوم مبكر قلت بروح مبكر حق البصمه. حسبي الله عليك. وخري وخري لا اسبحك وخري وخري. وانت روح. يلا تعالي مشيها، تعالي. يلا اقطع دوامك. روح انت روح. داقة 25 مرة وتموتين ما راح ارد عليك. حبيبتي بطل الباب ايش فيك قافلته؟ ان شاء الله ان شاء الله. هاي مرهم ايش فيك؟ ليش قافله الباب؟ ما فيني شيء ما كنت ابدل. زين ما عندك جامعه اليوم؟ لا ما عندي شيء. انزين يلا انا بروح عندي موعد بالطبيب اخلص ورد. اوكي؟ فيك شيء؟ لا يما ماكو شيء. اكيد اكيد. انزين طمنيني عليك، لا تقفلين الباب خليه مبطل. ان شاء الله. واذا تبين شيء دقي علي. ان شاء الله يما. شفت شلون خليتني اتوهق مع امي وكذبت عليها؟ لو كنت يمي الحين، لو كنت زوجي، صدقني كنت راح اعرف شلون اراضيك. بس انا وايد احبك وعمري ما تخيلت حياتي بدونك. لا تطول الزعل. شلون اسعاره؟ وايد رخيص. تلاقين قطع حق الدوام 200 نن. صدق؟ اي والله. ويجيبوا لك الطلب بسرعه؟ اسبوع ما يكثر. في شيبينج بعد. صباح الخير. صباح النور. هلا. ها لحقت على البصمه؟ اخر دقيقه. خليني اركض انا الحق عليها. لحقي بسرعه بسرعه. شنو قاعد متاخر بعد اليوم؟ قاعد مبكر وهم صافي السياره اضرب الحين اسمعها. والسبه الخدامه هذه. ايش فيها؟ مصوبنا السياره مغسلتها الماي واصل اخر فريج. في حد غسل سيارة بشامبو؟ إنزين قول لها المرة الجاية خل تغسل لك بشامبو بقشرة. ليش؟ صاير؟ خرعتك؟ قاعد تتقشمر معاك. ترى مناقص السبة هذا خدامة مالتك. أنا ابنك. يعني شنو؟ ريم سمعيني. ساعة
اسمعي، اليوم عندنا امتحان، انت مستوعبه عندنا امتحان؟ ما راح اخليك تفضلين بسام على امتحاناتك عاد، يلا مو لهالدرجه. سمعيني، قومي الحين بدلي ترى يمديك. ريم بلا دلع، اقول لك عندنا اليوم امتحان، تدرين شلون؟ انا الحين بي امرك، قومي بدلي. قومي بدلي، ما ابي اعصب، ما ابي اصرخ، هني الناس تسمعني، خلصي. اوكي باي. وايد اشتقت لك اليوم، احس ما اقدر ابتدي يومي من غير ما اسمع صوتك. الحمد لله ان امي حست، بس يعني عرفت شلون اصرفها، وكنت ما راح اروح الجامعه لاني وايد تعبانه، بس نافتكت علي واصرت اني لازم اروح عشان عندي امتحان ولازم ما يطوفني. على فكرة ترى طبت فيك، أنا صدق ما رديت عليها، بس لما أشوفها راح أدافع عنك لأني ما أرضى عليك، وايد أحبك. منفل سوي لي قهوة. It not only does not defend them, it violates them for all nations. We demand extradition of a man who for more than 37 years with the United States support has killed month-old babies in the arms of their mothers. قوي ما؟ هلا. شلونك؟ يا عمر اللي منفس عليك، ايش دعوة بسام؟ شلونك؟ زينة. والله كذي شايلة بقلبك علي؟ مو شايلة بقلبي، بس ما حقيتها منك. أنا وياك بديرة واحدة، ما تين تسألين عن أمك. ترى أنا ما عندي غيركم، ما عندي إلا أنتي وأخوك. ما يسامحك يمكم. عاد انسي بالذات أنت بالدنيا هذه كلها. أنت تعرفين قدرك عندي. ألقاها منك ولا من أخوك؟ إيش في هذا بعد؟ ما أدري عنه. ومن عوايده ما يسلم. تهجينا متهاوش مع شنت الحلاية؟ ريم؟ يعني منو غيرها؟ أكيد قاثته ولا مزعلته؟ ما أدري والله، بس مبين الحين متضايق، أول مرة أشوفه كذي معصب. والله ما أدري عنكم أنتي وأخوك، يننتوني. تعرفين يا رتم عبد الله؟ شفيها؟ سلمك الله جاية بالعيادة، مغيرة عمرها رادة 20 سنة ورا. يا ربي هذول الناس يا ناو يطقون بهالويوه يصيرون كنا ويهم كنا صينيه، صينيه ملبسه حجاب قصب طيب ما يصير. اقول لك لا تشوفينها مقززه ومنفخه وماشي مسويه بعمرها، لعبه لعب بعمرها، لعبه لعب. الله يا ناو يا ناو يا ناو العالم يا ناو، واخترعوا عندهم هالفلسين ما يدرون شو يسوون بعمرهم. قبره. شفيك؟ اقول لك هذا احس جايكم طعمه ما شلون صاير قريب يا ربي. حسرتي عاد انا بروح معدتي حساسه كلش. ويا علك الضربه يا علك الضربه، بتفشلني بتفشلني بتفشلني. يا لورا 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 وثول ان شاء الله. يس ماما. تعالي انت ثوله ثوله انت ثوله. انا كم مره اقول لك غسلي البيالات عدل، ما يصير كلهم صابون وتجيبينهم وتحطينهم وتحطين فيهم الشاي. بتموتينا انت بتموتينا. لا حد من قدامه قدام زهره، شيل الشاي يلا روح يسوي شاي جديد. اوكي ماما. كلها تنتفض. شوفي 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 تنتفض تنتفض. تحركي بسرعه. حول الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله إني ابتلشت. أنا ماني ابتلشت. أنت شو مصبرك عليها للحين؟ شو مصبرني يعني؟
والله كل ما بمشيها تقعد تبجبج ماما انا يبي انا ما ابغى اقول تكسر خاطري وهذول معازيبها كل ساعه يدقون على فيصل يلا حولوها يلا حولوها انا خايفه اني انا احولها وابتلج فيها استغفر الله الله يكون بالعون بس الله يكون بالعون ايش تبينا نسوي بعد هذا شر لابد منه عله عله يعلكم الضربه عله صادجه والله يا اخيتي صادجه لا صراحه ريم مو من صدجك اوف مسويه بنفسك كذي عشان واحد تافه نفس هذا لو سمحتي لا تقولين عن خطيبي تافه احترميني على الاقل اذا كان الموضوع بالنسبه لك تافه بس بالنسبه حق بسام مصيبه كارثه خيانه عدم ثقه وايد اشياء واي شو الانفجار اللي قلتي تدرين ليش انت ولا لا لانه هو عادي عنده يطلع ويروح مسوي فيها بلوجر وحواليني وايد ناس وتسجينه عنده في البيت بس ترى انا معه لان الموضوع كان وايد زحمه ولويا وايد شباب اصلا انا نفسي ما كنت مرتاحه ريم حبيبتي بقول لك شغله الحب اساسه الثقه واذا ماكو ثقه تنعدم العلاقه امشي بروح اكل عشان تسديتي نفسي من الاخر